غالب 6 طبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ورحمته. سامحوني على اختلاط الأوقات. إن شاء الله سنبدأ محاضرتنا مع عالم جليلين، فضيلة علامة الشيخ حسن ددو وفضيلة الشيخ دكتور لقمان مفتي ولاية قدح، ولاية بوتكتوان بماليزيا. نحن نرحب بالشيخ العلامة حسن ددو لتناول بحث عن قضايا فقهية اجتهادية في عصر الراهن، فقه الجوائح التي تكلم في عنها علماؤنا قدامى في باب المعاملات، الآن صار أمرا عاما. فنحن إن شاء الله لا نريد أن نطيل عليكم المقدمة، فإلى فضيلة الشيخ العلامة حسن ددو فتفضل مشكورا، وجزا الله عنا خير الجزاء، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وهو أحكم الحاكمين، وله حكم في كل أمر وفي كل نازلة، وقد أحال الناس على أهل العلم وعلى ورثة الأنبياء عندما تشد لهم نوازل، فقد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أراد بحكمته البالغة أن يبتلي عباده بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا الابتلاء لحكمته البالغة فيه فوائد كثيرة للناس، وفيه توسعة عليهم، وفيه زيادة للأجر، وكل ذلك مما يحتاج إليه العباد، ولكنهم لا يفرقون في الغالب بينما ينفعهم في أمور آخرتهم وما يضرهم في أمور دنياهم، فقد يكون الضرر الدنيوي مسببا للنفع الأخروي، وهذا ما يخفى بأستار القدر. وهذا الوباء الذي أصاب العالمين جميعا يترتب عليه كثير من النوازل المتجددة، منها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بالطهارة، ومنها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بالجنائز، ومنها ما يتعلق بالحج والعمرة، ومنها ما يتعلق بالأنكحة، ومنها ما يتعلق بالبيوع، ومنها ما يتعلق بالأقضية ونحو ذلك، ومنها ما يتعلق بالتركات. وهي عامة كثيرة من الصعب الإحاطة بها والإتيان على جميعها، وسنذكر أمثلة فقط مختصرة يقاس عليها ما سواها. والمرجع في مثل هذه النوازل إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول الرجوع المباشر إلى النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ: أرجع إلى كتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: ففي سنة رسول الله، قال: فإن لم تجد، قال: اجتهد رأيي ولا آل. والأمر الثاني الرجوع إلى الفقه المدون في المذاهب الفقهية، وذلك بتخريج هذه المسائل على ما يقترب منها أو يشبهها، أو على بقياس عدم الفارق، وهو نوع من أنواع تخريج المناط ومسلك من مسالك العلة كما هو معروف في الأصول. والأمر الثالث هو بالسعي للتخفيف والتسهيل عن المبتلين المصابين، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة، وهي المشقة تجلب التيسير،
لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، ونحو ذلك من الرجوع إلى القواعد الفقهية. فنحن لدينا الآن 3 مراجع: الكتاب والسنة والأدلة المباشرة، ثم اجتهادات المجتهدين، ثم بعد ذلك القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية للتخفيف ونحو ذلك. وما يتعلق بالعقائد من أمثلته قضية العدوى، فمن المعلوم أن العدوى ورد فيها نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرضون على مصح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وبعض الناس يظن أن هذه النصوص بينها تعارض، ولكن الواقع أنه لا تعارض بينها، لأن النص الأول وهو لا عدوى ولا طيرة هو من ناحية القدر والعقيدة. فلا بد أن يعتقد المؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن قدر الله نافذ، وأن الأسباب يجب الأخذ بها ولكن لا يحل التوكل عليها. وبذلك يعلم المؤمن أن الأمر قد انتهى، وأن الصحف قد جفت، وأن الأقلام قد رفعت، وأن ما يصيبه لن يخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا إيمان بالقدر، وهو واجب لا بد منه من الناحية العقدية. طب وأما النوع الثاني من مولانا المصير، ممكن تدخل شوية؟ يعني في الفقه الإسلامي، يعني مسألة فقه الجوائح، يعني بحوث في فقه المعاملات، لكن كيف يعني حضرتك تعمم هذه المسألة إلى كل شيء، يعني كل أبواب الفقهي؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للجوائح التي ذكرت في النص وفي حديث صحيح مسلم وذكرها الفقهاء، هي ما يصيب الثمر نعم. والزرع من الآفات، وهذا خاص. والجوائح أعم من ذلك، فالجوائح هي الأمور السماوية التي تجتاح الإنسان أو المال أو نحو ذلك. وهذا الوباء لا يختص بالزروع والثمار كالجوائح التي وردت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فتلك مختصة بالثمار والزروع. أما ما يتعلق بواقعنا اليوم، فهذه الجائحة تصل إلى الإنسان نفسه وتقتله وتميته وتعطله عن أعماله وتعطله عن عباداته وتعطله عن كل شيء. فلذلك هذا الفرق بين تلك الجوائح النصية وبين الجوائح الواقعية، وكل داخل في نطاق الجائحة، لأن الجائحة معناها ما كان من القدر السماوي الذي يهلك أو يغير الواقع. فهذا هل هناك الجانب فتاوي يعني حضرتك أصدرت، يعني ممكن بعض الأمثلة الفتاوي التي أصدرتها في يعني في عصرنا، في أوقات في وقت كوفيد 19 هذا، هل هناك بعض الأمثلة التي أنا أصدرتها بدأت يعني؟ ذكر الأمثلة. أنت كنت معنا، كنت تستمع إلينا. نعم، نحن معكم. أنا بدأت الأمثلة وذكرت منها الجانب العقدي لا لا بما التي يتعلق بالجمع بين أصدرت يعني حضرت أصدرت الفتاوى خاصة، ممكن يعني. هذه مما أصدرته. أوه ما شاء الله ما شاء الله. وكذلك في ما يتعلق بالطهارة، فإنه من المعلوم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، هذا متفق عليه بين الجميع، ولكن اختلف أيضا هل هي شرط لوجوبها أم لا. وهذا رتب عليه الفقهاء قديما ما يتعلق بمن لم يجد الماء ولا التراب، هل تجب عليه الصلاة أداء أو تجب عليه قضاء أو تسقط عنه أداء وقضاء أو يجمع بين الأداء والقضاء. هذه 4 أقوال قديمة موجودة في الفقه، وقد نص عليها المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. وذلك المريض الذي لا يجد ماء ولا آلة ولا يجد ترابا ولا متيمما، ومثله الخائف السبوحي أو اللص
كالمعلق في شجرة أو المسجون المعلق الذي لا يجد ماء ولا ترابا إلى آخره. وقد أفتينا بأن الفرق الطبية التي تقوم على المرضى وكذلك المرضى أنفسهم إذا لم يجدوا ماء ولا ترابا في مثل هذه الجائحة والواقع أنهم يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت إذا وجدوا إذا كانوا يرجون، وأنهم يمكن أن يجمعوا بين الصلاتين المشتركتين كالظهرين والعشاءين، وأنهم أيضا إذا كان انشغالهم بالبحث عن الطهارة وخروجهم من ملابسهم ومن أدواتهم سيؤدي إلى إشكالات بهم، فلهم أن يتركوا الصلاة في الوقت وأن يقضوها يجعلوها قضاء. وكذلك ما يتعلق بالجماعة والجمعة، فقد أفتينا بجواز الصلاة الاشتراك في الجماعة عن بعد بطريقة هذه الوسائل بشروط، منها أن يكون الوقت متحدا وأن يكون البث مباشرا وأن يكون ذلك لهذه الضرورة، فهذه 3 شروط. ويشمل ذلك الجمعة والجماعة، وذكرنا ترجيح عدم اشتراط المسجد للجمعة وكذلك عدم اشتراط عدد محدد للجمعة ما عدا 3 التي ورد فيها النص، وهو حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في الصحيح. وكذلك ما يتعلق بالصلاة على الجنائز، فقد أفتينا بالصلاة على الغائب، فإذا عرفنا أن قوم من المسلمين ماتوا بهذا الوباء ودفنوا دون صلاة عليهم، فيمكن أن يصلى عليهم بصلاة الغائب، وحينئذ لا تكون الطهارة شرطا لهذه الصلاة. فالفقهاء قديما يذكرون أن من شرط صحة الصلاة على الجنازة أن يكون الميت قد طهر إما بغسله وإما بتيممه إذا عجز عن غسله، أو بصب الماء عليه إذا عجز عن دركه. وكذلك ذكرنا ما يتعلق بالدفن وإسقاط الكفن والإدفان فيما يتعلق في الموانع مثل البلاستيك المانع من تسرب هذه الفيروسات من المتوفى. وكذلك ما يتعلق ب صلاة التراويح عن بعد، قد أفتينا في ذلك أيضا بهذه الشروط، أن تكون المسافة قريبة وأن يكون البث مباشرا وبحيث لا تختلف الأركان، وكذلك في الصلاة أيضا فرضا وجماعة جمعة، فلا بد أن لا تختلف الأركان. فهذا البث إذا كان عن طريق بعض الأدوات التي يقع فيها اختلاف كفيسبوك مثلا، في اختلاف بين وقت السماع ووقت صدور الصوت، وهذا الاختلاف يؤدي إلى تفاوت في الأركان، أن يكون الإمام مثلا قد رفع من الركوع وأنت لم تركع بعده إلى آخره. كذلك ما يتعلق بالحج والعمرة، ذكرنا أنه يلزم أن تقام هذه الشعيرة ولو بعدد يسير من الناس، وحينئذ لا تعطل الشعائر كما ذكرنا أنه لا تعطل المساجد، وإنه يجب أن تقام الصلوات في المساجد ولو بإمام ومؤذن وحارس مثلا أو فراش. وكذلك إقامة الحج والعمرة في إقامة الموسم لا تعطل بسبب مثل هذه الأوبئة ولو لأشخاص متفرقين. وكذلك ما يتعلق بالزكاة وتأخيرها، فالناس مثلا لا يستطيعون الآن حساب أموالهم، ويصعب عليهم جدا فتح المحلات التجارية وحد ما فيها من البضائع ونحو ذلك، فرأينا أنه إذا أمكن أن يقاس ذلك على آخر زكاتنا أو آخر حساب عرف به الإنسان ما وصل إليه ماله وأن يزكي ذلك. وأيضا أنه في البضائع التي هي موضوعة للتجارة شرط الزكاة فيها نية التجري،
والآن نية التجري غير موجودة لأنها في وقت الإغلاق هي موضوعة كالمحتكر، كما هو محتكر من البضائع وليست معروضة للبيع، فحينئذ لا تجب فيها الزكاة حتى تفتح المحلات، وإذا فتحت استأنف الناس وقت الحول من ذلك الوقت. وكذلك ما يتعلق زكاة الزراعة ونحوها، فذكرنا أنه إذا عجز الإنسان عن العد أو الوصول إليها أنه يؤخر الزكاة إلى الوقت الذي يصل إلى هذه المعلومات، لأن هذه المعلومات هي من باب السبب وليست من باب الشرط، والسبب لا تجب الفريضة إلا بعد حصوله. وكذلك ما يتعلق بالشوائح في التعليم، فمثلا المدارس التي تأخذ أجرة على التعليم، إذا دفع الطلاب أو أولياء أمورهم أموالا للتعليم ووقفت الدولة التعليم، فحينئذ هذا المال لا يحل للمدارس أخذه ويجب رده للطلاب. أما الأساتذة الذين تستأجرهم المدارس للتدريس والجامعات والموظفون سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فإنهم قد مكنوا من الخدمة ولذلك لهم أجورهم، لأن القاعدة الفقهية هي أنه يجب الكراء بالتمكن، فهم مستأجرون وهم مستعدون للتدريس في كل وقت، سواء عن طريق هذه التطبيقات عن بعد أو بالتدريس المباشر إذا أتيحت لهم الفرصة لذلك. وبذلك جاء المانع سماويا من غير ملكهم ولا اجتهادهم، فلهم أجرتهم ولهم رواتبهم، وهذا يشمل كل القطاعات ولا يختص بالتعليم، فالموظفون الحكوميون جميعا والموظفون في الشركات يستحقون رواتبهم، ولكن فقط إذا كان ذلك في التجارات. فرأينا إلحاق هذه المسألة بإسقاط الجوائح، وإسقاط الجوائح اختلف فيه، فقد ذكر مالك رحمه الله في الموطأ إسقاط الثلث، ولم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذ به بعض الفقهاء من المالكية والشافعية. وعلى هذا يكون النقص في الرواتب يصل إلى قدر الثلث، ويكون النقص أيضا في إيجارات المحلات في الأسواق، مثلا إيجارها غال، وهي الآن لم تعد محلات تجارية وإنما أصبحت مخازن، والفرق واضح بين أجرة المخزن الذي تحفظ فيه البضائع وأجرة المحل التجاري الذي تعرض فيه البضائع. فإذا حينئذ يوضع من الجوائح بسبب الجوائح جزء من الأجرة يجتهد فيه المجتهدون بحسب البلدان. وكذلك ما يتعلق بالديون، فإننا رأينا أن الأقساط الشهرية يلزم تأخيرها في مثل هذه الفترات، وأن الناس لا يمكن أن يدفعوا الأقساط التي عليهم للبنوك ولا للشركات في أوقات الإغلاق المطلق للنشاط التجاري وكل الأنشطة تقريبا، وأن من كان راتبه مستمرا يوضع في حسابه فإنه تنزع الأقساط من حسابه ويحولها للجهة التي الدائنة باستمرار. وأما من لا دخل له إلا من خلال عمله ونشاطه التجاري ونحو ذلك، فإنه تؤخر عنه هذه الأقساط يستمر العقد مراعاة لمصلحة الطرفين. وكذلك ما يتعلق بالشروط الجزائية، فإن بعض الناس مثلا كان عقد عقدا على استيراد بضاعة تستورد مثلا من إندونيسيا أو من ماليزيا أو من سنغافورة إلى بلاد أخرى من البلاد الإسلامية، وتأخذ وقتا في نقلها، في سواء كان نقلها جويا أو بحريا، فالنقل الجوي تعطل بالكلية لأن المطارات تعطلت، والنقل البحري أيضا حصل نقص فيه وصعوبة في مزاولته، فلذلك لا بد من إعطاء مهلة لمن تحمل ذلك.
سواء كان العقد عقد سلم أو عقد استصناع أو عقد توريد، فكل هذه العقود لا بد فيها من إعطاء مهلة، لأن الإنسان حيل بينه وبين التوريد بجائحة لا يستطيع التغلب عليها. وأما البضائع المنقولة إذا فسدت في الطريق أو في المطارات أو في المخازن وقد جاء بها العامل، حينئذ نعود إلى وضع الجوائح وتكون المصيبة بين الطرفين مشتركة، فيوضع عن البائع النصف ويوضع عن المشتري النصف، وحينئذ للبائع نصف الثمن عن المشتري، وتكون المصيبة حلت بهما معا، يقسم بينهما ضررها بعدل وإنصاف. وهكذا في عدد كبير من المسائل في البيوع والإيجارات، الإيجارات أيضا فاستئجار المحلات كما ذكرنا داخل في هذا، ومثل ذلك أيضا استئجار السيارات التي كان الناس يستأجرونها من أجل استغلالها، سواء نعم كانت السيارات أجرة أو وسائل نقل أخرى، فإن ذلك تعطل بالكلية، وحينئذ لا بد من مراعاة هذا وعدم حمل هذه الجوائح على الجهة الضعيفة وهي العامل، فالعامل هو الجهة الضعيفة، ومالك السيارة أو المصنع أو المخبز هو الجهة القوية، فحينئذ تكون الجهة القوية أو الجهة الأقوى هي التي يلزمها وضع الجوائح عن المتعاملين الآخرين. وهكذا في عدد كبير من المسائل التي تعرضنا لها في بعض الفتاوى والبرامج، وتعرض لها أيضا بعض المشايخ والعلماء ولبعضها، وكثير من هذه المسائل لم تجد بعض حقها في إيصالها إلى الناس وبيانها لهم، فإن كثيرا من الناس إلى الآن ما زالوا يسألون عن بعض هذه المسائل التي صدرت فيها الفتاوى قبل 7 أشهر أو 6 أشهر، وذلك أن هذه الفتاوى لم تنقل إلى الناس بالقدر الكافي، ولم تعتمدها أيضا المجامع الفقهية ودور الإفتاء، ومن المفروض أن تكون دور الإفتاء قد اتخذت قرارات في هذا الصدد، وذلك بحسب كل بلد، فأهل كل بلد لديهم مستوى الجائحة مختلف. فنحن الآن وجدنا أن هذا الوباء 4 سلالات أو 4 أقسام، فبعضها انتشاره كثير ولكن الموت به قليل، وبعضها انتشاره كثير والموت به كثير، وبعضها انتشاره ليس بتلك الكثرة ولكن الموت به كثير، وبعضها انتشاره قليل والموت به قليل. هذه 4 صور، وذلك باختلاف البلدان. نستطيع أن نجمع فتاويك يعني في كتيب كثير جدا ما شاء الله أصدرت. ممكن أنا يعني ننتقل كلام إلى فضيلة المفتي مولانا لضيق وقتي لو سمح. أنا إن نعم شاء الله، أنا معك. فما شاء الله يعني فتاويك كثيرة، شكرا. ممكن نحن نجمع في كتيب ما شاء الله. فننتقل إلى فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور لقمان عن قضية تطبيقات فقه الجوائح في الفتاوي أو في الفتاوى الصادرة في المستوى العالم في ماليزيا، فليتفضل مأجورا. شكرا حبيبنا الأخ أستاذ فواز، وأولا أنا أشكر اتحاد علماء المسلمين فرع ماليزيا على تسهيل هذه اللقاء بيني وبين الشيخ العلامة الشيخ حسن ولد الددو، وأنا أنتهز هذه الفرصة أولا للترحيب العلامة الشيخ حسن ولد الددو. يبدو منذ فترة ما التقينا، وآخر مرة أن أرى التقينا في إسطنبول في ضيافتكم في إسطنبول، وبعد ذلك بقي التواصل الدائم بيننا وبينكم على عبر الواتساب على عبر الفيسبوك، وأنا أشكركم شيخنا على قبول الله يكرمك ويتقبل منك، الشكر لكم بعد الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء، ونتشرف بهذا اللقاء في الحقيقة. وطبعا بالنسبة لفقه الجوائع عندنا منذ أن أصاب هذا الوباء
في بلادنا ماليزيا منذ 4 أشهر في مارس، وقد أصدرنا في منذ تلك الفترة كثير من الفتاوى فيما يتعلق بالعبادة والطهارة والمعاملات أيضا والزكاة. وكلما ذكرتم أن أرى بعضها كذلك يمس حاجتنا وحاجة مجتمعنا في ماليزيا، ولذلك الحكومة قد أصدرت الفتاوى وكذلك الاحتياطات الصحية المعينة. ومثلا في باب الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الجماعات، أفتينا في بلاد ماليزيا في المرحلة الأولى الذي كان هذا الوباء في أشد على شكل كبير، أغلق المساجد لصلاة الجمعة وكذلك لصلاة الجماعات إلا نسمح لنفر من العدد جماعات لحضور الجمعة وحضور الجماعات. ولكن بعد فترة الآن الأمر يتحسن عندنا، وأفتينا الآن بإذن جماعات لحضور صلاة الجمعة، ولكن بعدد معين صالح لحجم المصلى والمساجد، يعني على شكل التباعد الاجتماعي، التباعد الجسدي. وكذلك الفترة في ما يتعلق بكيفية غسل الجنازة المصاب بهذا الوباء، نحن في الحقيقة نمشي على نفس المنهج الذي ذكرتم قبل هذا. وكذلك في باب الزكاة مثلاً عندنا أصدرنا الفتوى في باب الزكاة مثلاً جواز دفع الزكاة على شكل أجهزة التنفس، لأن المستشفى يضطرون إلى هذه الأجهزة. إذن أصدرنا الفتوى بجواز دفع الزكاة على شكل أجهزة التنفس مباشرة، ليس على شكل النقود الذي عملنا قبل هذا. فهذه أمور الذي عملنا في بلادنا ماليزيا، وأنا أرى ليس هناك خلاف كبير في البلدان الأخرى في هذا المجال، إلا في بعض المسائل الفقهية قليلة. وأنا أرى نحن مجتمعون على أن هذه الوباء يضرنا كثيراً، ويحتاج إلى اجتهادات وبذول بذل كبير من العلماء وكذلك من الأمراء. لا أرى التعاون بين العلماء والأمراء بهذا الشكل الكبير مثلما عملنا الآن. يعني الآن بين العلماء والأمراء هم يتعاونون في مواجهة هذا الوباء. العلماء هم في باب الإفتاء، والأمراء في جانب إصدار الاحتياطات الصحية، وإحنا نحن نتعاون في هذا. وأنا أرى هذا تعاون كبير داخل في ما قاله الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا ما أريد أن أقوله في هذه المرحلة، وشكرا أستاذ فواز على إتاحتي لي الفرصة في هذه المرحلة، وشكرا. موصولا إلى فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور لقمان صاحب السماحة مفتي بولاية بوسكتوان ماليزيا على كلامه الثمين. والآن ننتقل إلى فضيلة شيخنا العلامة حسن دادو عن القواعد والضوابط التي نحتاج أو يحتاج إليه المفتي أو الفقيه المعاصر، يعني بشكل دقيق. فإلى فضيلة الشيخ فلتفضل، مشكورة لتوصل الكلام إن شاء الله. بارك الله فيكم وفي شيخنا سماحة الشيخ لقمان، حفظه الله ووفقه وسدده ونفع بفتاويه وآرائه. الله يبارك لك. الله يكرمكم. بالنسبة للقواعد الفقهية، أصلا وضعت لحفظ الفقه وجمعه، وأيضا لتطبيقها على ما لم ينص عليه.
لذلك القواعد الخمس الكبرى يحتاج إليها الفقيه الآن في مثل هذه الجوائح والمشكلات، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، والعادة محكمة ولا ضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك. فهذه القواعد الخمس الكبرى هي محل إجماع بين أهل السنة جميعا، أو بين المسلمين جميعا في أغلبها، والناس يحتاجون إليها في كل وقت، وهي ملجأ الفقيه، بالإضافة إلى القواعد والضوابط التي تحت كل قاعدة من هذه القواعد. فكل قاعدة من القواعد الكبرى تحتها عدد كبير من القواعد والضوابط التي تشرحها أو تقيدها أو تفصل بعض ما تتضمنه هذه القاعدة. وقاعدة المشقة تجلب التيسير الآن مؤثرة كثيرا، وكذلك قاعدة العادة محكمة، وكذلك قاعدة الضرر يزال. فهذه القواعد الثلاث الكبرى يلجأ إليها المفتي والفقيه الآن في واقعنا وفي مثل هذه الأمور المتشددة. فالناس محتاجون إلى أن تستغل لهم هذه القواعد في أوقات ضروراتهم وحاجاتهم. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى عندما بين المحرمات دائما يشير إلى حكم الضرورة، ففي الذبائح واللحوم المأكولات في سورة الأنعام بعد أن بينها قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك في سورة البقرة قال: فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكذلك في سورة النحل. ودائما الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا بد أن يعرف الناس أن الذي يحدد الضرورة هو الفقيه. فالمرجع في هذا إلى المفتين، فهم الذين يحددون هل هذه النازلة داخلة في نطاق الضرورة أم لا، والقدر الذي يؤخذ به للضرورة. فالضرورة لا تتعدى محلها، والضرورة تقدر بقدرها، هذه أيضا قاعدة. وحينئذ لا بد أن يعرف الناس أنه ليس لأحد أن يأخذ لنفسه بأحكام الضرورة إلا إذا كان فقيها، ولا بد أن يستفتي أهل الفقه وأن يرجع إليهم. في زماننا هذا تجاسر كثير من الناس على العمل دون الرجوع إلى الفتوى، أو على عدم سؤال أهل العلم، وفي ذلك خطر في الدين عظيم. فإن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا لا بد أن يرجع الناس إلى فقهائهم وأن يستفتوهم. والفقيه لا بد أن ينظر في واقعه، وأن ينظر في هذه الأمور التي يعرف منها الحكم الشرعي. فقد قال الشاطبي رحمه الله: إن كل حكم فقهي مؤلف من قضيتين كبرى شرعية يقل فيها الخلاف، وصغرى واقعية يكثر فيها الخلاف. فالصغرى الواقعية هي التي يحددها المفتي، مثلا هي التي يمكن أن يحدد الشيخ لقمان مثلا في بلده هل هذا الأمر وصل إلى حد الضرورة ونطاقها، أو ما زال في هل وصل إلى حد مثلا هل هو في نطاق الكماليات أو الحاجيات أو الضروريات. والقضية الكبرى هي التي أتفق أنا فيها مع الشيخ لقمان. ففي كل مكان نحن نعرف أن القاعدة الفقهية أن الله تعالى رفع الحرج عن المسلمين وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالنصوص الشرعية هي الجانب الشرعي المتفق عليه الذي لا يختلف فيه الزمان ولا المكان، هو نصوص الوحي مثلا ونصوص الإجماع. أما الوقائع فهذه تختلف من بلد إلى بلد، ولا بد فيها من الرجوع إلى المفتي في ذلك البلد، ولا يمكن أن يفتي فيها من لا يعرف واقع البلد ولا حال أهله ولا عاداتهم. فالعادة محكمة، هذه قاعدة من القواعد الكبرى، ولكن عادة أهل كل بلد لا يعرفها إلا مفتيهم. فالمفتون في أهل
كل بلد هم الذين يرجع إليهم في تحديد ذلك، وهم الذين يمكن أن يعرفوا الشروط المأذون فيها وغير المأذون فيها، وأيضا أهل كل بلد لهم مذهبهم. والغالب أن الإفتاء في غير الضرورات يكون مختصا بالمذهب، أما إذا وقع الناس في مشكلة فحينئذ يجتهد المفتي حتى ولو أفتاهم بما هو خارج المذهب، أو حتى بأمر جديد أصلا كما ذكر لنا فضيلة سماحة المفتي الشيخ لقمان الآن قبل قليل. سيدي، فإما أن نحن نفتي بمقتضى المذهب الشافعي، نعم وهذا في أنا الأمور التي لا ضرورة فيها، أو لو أن سمحوا يفتي هنا، بأي مذهب لو سمحوا هنا لو كما تدخل. يتعلق ب، اسمعني قليلا، كما يتعلق بعدد الذين تصح بهم صلاة الجمعة مثلا، فإذا أفتى بالمذهب الشافعي سيعد 40 رجلا مثلا، وإذا كان سيفتي بسبب الضرورة بمذهب الحنفية سيفتي بثلاثة رجال، وكذلك بما هو المفتى به في المذهب الحنبلي، وهو أقوى دليلا من ناحية الحديث اللي قد أخرجنا، ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وهذا يشمل الجمعة وغيرها، ويكون ذلك بالضرورة. فحينئذ لا يمكن أن يفتى الناس في غير الجائحة وهم شافعية بهذا المذهب، فلا يفتون في ماليزيا مثلا بهذا المذهب في غير الضرورة، لكن إذا جاءت الضرورة يمكن أن يحتاج المفتي إلى البحث في المذاهب الأخرى ويفتيهم بما هو أيسر وأسهل. والله يكرمكم. نعم تفضل. على نحن نريد أن نسأل عن ضوابط يعني المفتي المذهبي كما تفضلت والحمد لله، ولكن ممكن تضع يعني بعض الضوابط لمفتي المذهبي، يعني إذا جاء الضرورة وال يعني الجوائح وهكذا، يعني ضوابط كيف يعني يتحول مفتي مذهبي إلى مذهب آخر، يعني بارك بضوابط الله فيك. ذكرنا أن المفتي يلزمه شرعا أن يبذل جهده وأن يبحث للناس عما يصلح دينهم ودنياهم، وهو مؤتمن على ذلك، فيجب على الناس أن يسألوه، ويجب عليه هو أن يجتهد فيما يصلحهم، وهذا واجب وفريضة عليه، فلذلك لا بد أن يبذل جهده في مراجعة النصوص، والعمل بالراجح واجب لا راجح، وقد قال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولا بد أن يعرف أيضا هل ثم ضرورة أو لا، فإن لم تكن ثم ضرورة الحمد لله أفتاهم بمقتضى مذهبهم المعروف لديهم وتنضبط الأمور، وإن كانت الضرورة قائمة فيمكن أن يفتيهم بمذهب آخر ولا حرج في ذلك، فالخروج من مذهب إلى مذهب في أحوال الضرورة لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فقط في غير الضرورة، وهذا الخلاف هل هو على الكراهة أو غير ذلك، أو هو خلاف الأولى فقط، وهذا ما بحثه الشيرازي في التبصرة، نعم. وأيضا بحثه هل ضرورة تشمل الدكتور. الحاجات مولانا؟ هل ضرورة تشمل الحاجات؟ نعم، بالنسبة للحاجي ينقسم إلى قسمين: حاجي شخصي وحاجي كلي. فالحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة، والحاجي الشخصي لا ينزل منزلة الضرورة إلا إذا رأى المفتي أن الضرر كبير وأفتى بذلك. ما شاء الله بارك الله فيكم، ضوابط سريعة يعني. ما شاء الله، هذا الضوابط التي يحتاج إليها كل فقيه يعني مولانا، يعني حاجي كلي وحاجي فردي. نعم، لكن لا بد أن ندرك أيضا أن الذين يفتون بالنسبة للعام المطبق يستفتي المفتي الرسمي والذين عينتهم الدول وعينهم الناس وعرفوا أنهم أهل الإفتاء، أما هؤلاء الذين يفتون في دول الإفتاء فهم على درجات، فمثلا درجات الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون وهي 6 درجات: الدرجة الأولى منها المجتهد المطلق، وهذا قد انقطع من زمان ولا يوجد في زماننا هذا، ثم المجتهد التابع، ثم بعد ذلك مجتهد التخريج، ثم مجتهد الترجيح داخل المذهب، ثم مجتهد الفتيا بالأمور الجديدة، وأغلب المجتهدين اليوم أغلب المفتين اليوم هم من قبيل مجتهد الفتيا، ثم بعد ذلك المتبصر وهو آخرهم، وهو الذي يعرف المسائل وأدلتها ويستطيع معرفة الراجح من المرجوح سواء داخل مذهبه أو خارجه. هذا وإليه مجتهد مرجح، مجتهد مرجح يعني آخر المراتب، آخر المراتب يعني مجتهد مرجح.
لا، مجتهد الترجيح ليس هو آخرها، فهذا في الوسط كما ذكرنا، فوقه ثلاثة وتحته اثنان، ما شاء لكن الله. هذا المتوسط. نعم. طيب ما شاء الله ما شاء الله مولانا. فممكن آخر كلام قبل أن نسمع نصائح من فضيلة شيخنا فضيلة المفتي، ممكن هناك يعني توصية وصية آخر كلام من سيادتكم إن شاء الله لأمة ماليزيا؟ الكلام الآن لفضيلة المفتي، صحيح؟ ولكن قبل نحن نختتم، ممكن نسمع منكم تريد أن أولاً. يعني تتكلم بالوصية للأمة نعم ماليزيا إن شاء الله، بالنسبة الشعب ماليزيا. نعم بالنسبة لوصيتي أنا لإخواني في ماليزيا، الرجوع في كل أمر إلى حكم الله. إذا جاءت أي نازلة لا يتصرف فيها العوام ولا الناس إلا بالرجوع إلى أهل العلم، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لأن هذا من تحكيم شرع الله. ولا بد أن نتذكر جميعا قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلى التجار أن يرجعوا إلى أهل الفتوى، وعلى الموظفين أن يرجعوا إلى أهل الفتوى، وعلى المدارس والجامعات أن يرجعوا إلى أهل الفتوى، وعلى من يريد زكاة ماله أو يريد الصلاة، وعلى الأطباء وعلى الممرضين وعلى الطواقم الطبية وعلى أهل النقل أن يرجعوا إلى الفتوى. وحينئذ إذا كان الإنسان لديه ثبت بينه وبين الله بهذا الأمر، أفتاه مفت يثق بدينه وعلمه وورعه، فهو ناج في الآخرة. حتى لو أفتاه المفتي بغلط، لو أفتاه المفتي بما هو خطأ، ولكنه هو اختار مفتيا يثق بدينه وعلمه وورعه، فإن ذلك منجي له في الآخرة. وهذا الذي أنصح به إخواني في ماليزيا وفي غيرها، الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم وعرض المسائل عليهم، وأيضا التجرد من الهوى، لا يكون الإنسان صاحب هوى فيذهب إلى هذا المفتي، فإذا لم توافقه فتواه ورأى أنها فيها تشديد عليه يذهب إلى مفتي آخر من أجل البحث عن ما هو أسهل له. هذا نوع من تتبع الهوى، واتباع الهوى حرمه الله في كتابه. فلذلك لا بد أن نتجرد من الهوى، وأن نبحث عن حكم الله وأن نطبقه، وأن نستكين لأحكام الله. فهذا هو الإسلام، فالإسلام معناه الاستسلام لشرع الله. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم. شكر الله لكم سيدي على هذه التوصية، ويعني كلام المستنير من فضيلتكم. ثم الآن ننتقل إلى نصائح فضيلة الشيخ دكتور لقمان لشعب ماليزيا في مواجهة الوباء وكورونا، فتفضل مأجورة. شكرا يا أخ فواز. في الحقيقة نحن في ماليزيا كما ذكرتموها، نحن شافعيون، نحن من الشافعية، وعندنا قانون الإفتاء، عندنا نحن نفضل أولا القول المؤتمن في المذهب الشافعي، ثم إذا كان في يصل الحرج والمشقة للمجتمع نحن ننتقل إلى القول المؤتمن لبقية المذاهب الثلاثة. هذا ما عملناه الآن، خصوصا في قضية الجائحة كورونا. الآن نحن ننتقل إلى آراء وأقوال المؤتمنة في المذاهب الأخرى غير الشافعية. ومثلا في باب صلاة الجمعة كما ذكرنا آنفا، نحن نفتى المسجد، ولكن أولا مع التباعد الجسدي، وثانيا على بعدد الذي يسمح حجم المسجد. بعض المساجد يمكن حجمه ل 200 أشخاص أو 300 أشخاص، إذا هذا 200 أشخاص الذي يسمح للدخول في المسجد صلاة الجمعة. إذا لا، إذا الأمر هكذا عندنا نحن نراعي أولا المذهب الشافعي، ثم ننتقل إذا يوجد أي حرج في هذا ننتقل إلى المذاهب الأخرى. وأنا أنصح للماليزيين أن
هل يوجد أي إشكال أو مشكلة لدى المجتمع؟ لو يوجد أي إشكال عندهم أن يأتي إلينا في دار إفتاء، لكل ولاية عندنا له دار الإفتاء، ويسمح لهم أن يتناقش ويتحاور مع المفتي للولاية حتى يسهل أو يحلل مشكلتهم بدون بث الأمور للجميع، حتى يوجد القلق والحرج لدى الناس في باب الإفتاء. هذا ما ننصحه الجميع في باب الفتوى، خصوصا في موسم الوباء هذا. وثانيا فيما يتعلق بالاحتياطات الصحية الذي أصدرته الحكومة، أيضا ينبغي للجميع وللماليزيين أن يأخذ الحذر في هذا، وأن يأخذ كل الاحتياطات الذي أصدرته الحكومة، لأن هذه الاحتياطات من باب الوقف انتشار هذا الوباء لدى الناس. إذن العمل بهذه الاحتياطات هو عمل جماعي، ليس عمل فردي. نحتاج إلى كل فرد من أعضاء المجتمع أن يتعاون في هذا، ويفهمون أن هذه الاحتياطات أمر واجب أن يراعيها كل الناس في هذا الوقت، لأن هذا واحد من الطرق للقمع والوقف على هذا الوباء. هذا ثانيا نصيحتي للماليزيين في هذا. وثالثا فيما يتعلق بالتسهيلات في المساجد وفي المدارس، لكل مكان له احتياطات وله إجراءات معينة أصدرتها تلك المساجد وتلك المدارس، وحتى في الإدارات الحكومية. وأيضا يجب عليهم أن يتابعوا ويخضعوا لهذه الاحتياطات التي أصدرتها ذاك الجهات المعينة، لأن مثلا في المدارس الاحتياطات يختلف عن الاحتياطات في المساجد، لأن المدارس يتعلق بالطلاب وبالمعلمين، عندهم احتياطات خاصة عندهم. ولهذا يجب على الجميع أن يخضعوا لهذه الاحتياطات التي أصدرتها تلك الجهات التي ذكرتها. وهذا نصيحتي للجميع، وأنا أرى أن هذه النصيحة ليس فقط للناس في ماليزيا، وإنما يعم العالم كلها، لأن العالم كلها الآن يعني خصوصا في البلدان الذي يصيبه هذا الوباء يحتاج إلى هذه الاحتياطات الصحية. إذن هذه عمل عالمي، ليس عمل محلي، وإنما عمل جماعي وعلى المستوى العالم كلها. هذا هو نصيحتي للجميع أن هذا. وشكرا أستاذ فواز. وقبل أن أنسى، قبل أيام هذا خصوصا بالمولى الشيخ حسن، قبل أيام كنت مع اللقاء مع نائب رئيس الاتحاد السابق شيخنا وحبيبنا ومعلمنا الشيخ عبد الهادي أوانش، ويسلم عليكم. إذن أنا أدي الأمانة السلام هذا، السلام عليكم، وأقول السلام عليكم. هذا الأستاذ فواز مني. نعم، أكتفي بهذا القدر. ما شاء الله، بارك الله فيكم وشكرا لكم سيدي. فشاهد المتابعون الكرام، الحمد لله نحن اليوم نستطيع أن نجمع بين العالمين الجليلين فضيلة علامة الشيخ حسن دادو، الآن في القطر في دولة قطرية في دوحة، وشيخنا دكتور لقمان في كوالالمبور، كأننا نجمع بين الليل والنهار. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فهل هناك أسئلة من المتابعين؟ لو إذا كان هناك أسئلة فنحن الآن حان وقت أسئلة، فنحن ننتظر. إذا لم يوجد فنختتم إن شاء الله. فنحن إن شاء الله سنتابع هذا البرنامج إن شاء الله في ممكن في مرة مقبلة مع العالمين الجليلين إن شاء الله، ممكن في القضايا أخرى إن شاء الله.
فنرجو من فضيلتكم أن يعني إن شاء الله أن تستعدوا بدعوتنا إن شاء الله. فهل هناك حرج إن شاء الله فضيلة المفتي وفضيلة العلامة لو نحن إن شاء الله ندعوكم إلى جلسة أخرى إن شاء الله؟ إن شاء الله نعم لا نحاول حرج. نحاول. وفي الحقيقة أنا سررت جدا بهذا اللقاء مع الشيخ، ما توقعت أن ألقى معكم بهذه الطريقة بعد سنتين، أنا أرى بعد آخر مرة في إسطنبول واليوم نلتقي بهذه الطريقة العجيبة. طبعا يبدو أن هذا الجهاز التكنولوجيا يقربنا ويقرب المسافة. سبحان الله، الله أمرك سبحان الله. الله إن شاء الله أرجو إذا كان الأمر يتحسن ندعوكم إلى ماليزيا للعقد الاجتماع هنا في ماليزيا إن شاء الله. ما شاء الله. حقيقة مولانا سيدي الشيخ لقمان والشيخ حسن ددو، نحن الحمد لله دائما نتابع يعني فضيلة الشيخ حسن ددو في يوتيوب عن الخطبة وعن المحاضرة، وأيضا فضيلة الشيخنا دكتور لقمان. فده نحن اليوم يعني في نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأننا في منتصف الليل ندعو سبحانه وتعالى أن يجعلك أو في النهار أو في النهار ما شاء الله إن شاء الله. جاءني سؤال لفضيلة العلامة. نحن الآن قريب إلى المغرب، ماري إن شاء الله سنصلي المغرب إن شاء الله. ففضيلة حسن ددو، هناك سؤال مهم جدا، هل كوفيد 19 كورونا هذا من مكيدة أو كونسبيراسي من الدول الكبرى أو هي واقعة من السماء؟ والله أعلم، هذا لكم أن يعني تجيبوا. يعني لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وكله مكتوب ومقدر، سواء ما كان من ذلك في تدخل بشري وما لم يكن فيه، فكله بقدر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الله يكرمك ويحفظك. فقط إجابة يعني إجابة سريعة قصيرة وسريعة ومفيدة ويعني شافية. وممكن التعليقات من فضيلة المفتي عن هذا السؤال؟ طبعا أنا أتفق وأوافق مع الشيخ في هذا. هذا أمر أصولي ليس أمر فرعي، إذا اتفق كل شيء يأتي من الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نمشي على نفس المسلك مع الشيخ في هذا. إذا اتفق بين الشيخ المالكي والشيخ الشافعي، الشيخ الحسن مالكي صحيح، الحمد لله اتفق شيخان، شيخ شافعي وشيخ مالكي. فالحمد لله للمشاهدين هذه الإجابة السريعة. أنا أفكر يعني نحن لا نوسع يعني تخيلنا إلى هذا من كونسبيراسي أو مكيدة، لأن هذا سيؤدي إلى يعني الأحكام مختلفة. فنحن نريد أن نختتم إن شاء الله، أنا نيابة عن شيخنا أستاذ وان سوكي رئيس اتحاد علماء فرع ماليزيا، يشكر لكم المشاهدين الكرام وعالمين جليلين فاضل تعلامة الشيخ حسن ددو من موريتانيا، علامة كبير وفقيه عظيم، وإلى فضيلة الشيخ هنا أستاذ دكتور لقمان مفتي بكوالالمبور ولاية سكتوان كوالالمبور على تقاربكم وحسن تعاونكم. وأشكر أيضا على دار إفتاء ماليزيا، دار إفتاء ولاية، وفضيلة المفتي على حسن تعاونكم مع اتحاد علماء فرع ماليزيا. ونتمنى أن نتعاون إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله إن شاء الله في المرة والمرة إن شاء الله. فشكر موصول لكم، نكتفي بهذا القدر، وسامحوني على تقصيري وتأخري إن شاء الله، لا نكرر إن شاء الله على التقصير هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أريد أن أبقى طويلة مع الشيخنا الاستفادة. نعم حقيقة نحن أن يعني نجالس الشيخ إلى منتصف الليل، ولكن الليل يعني مختلف، والليل يعني يطلب منا الراحة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم ونراكم إن شاء الله قريبا، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.